لما لا تنظر إلي بأي تقدير لا هي ولا غيرها؟ ماذا أفعل؟ أنا قصير القامة، هذا ذنبي أم هو ذنبي أني فقير؟ آه، إن لو كنت أطول قليلا، لو كنت أقل قبحا، لو كان عندي بعض المال. المال يعمي عيون الناس عن حقيقة جمالك وطولك. لو كان عندي المال لم اهتم أحد إن كنت قبيحا أو قصير القامة. كنت أستقبل الناس في بيتي، يكون بيتي مقبولا، يجلسون فيه ويرتاحون، وبعد أن يأكلوا ويتسامروا، شكرا يا ربيعة، مائدتك عامرة، بيتك جميل، سوف نظل نأتي إليه لنتسامر. وتمر الصبايا فينظرن معجبات إلى البيت ومحتوياته، وأعرف ذلك، يتمنين لو يرينه من الداخل. ولم لا؟ تفضلن، تفضلن يا أميرات العرب، اعتبرنه بيتكن. يخجلن مني، ولم الخجل؟ أنا سأذهب، هذا هو المجلس وهنا الطعام. الجليلة تعرف مكان كل شيء، تصرفي كأنك في بيت أبيك يا جليلة. أحبها، ومن أنا لكي أحبها؟ أنا لا أطلب إلا أن تراني ابن آدم، ألا تراني قميئا ذليلا مهانا. المؤن